ولتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف محافظ إدلب الأستاذ ثائر سلهب، أهلا بك. يا أهلا وسهلا أستاذ. يعني حضرتك أكيد شاهدت معنا التقارير، الأهالي جميعهم أجمعوا على نقص بخلينا نقول قصص هي أساسية وضرورية بالحياة، إن كان شبكة الصرف الصحي، المياه، الكهرباء، حتى وسائل النقل، وبعض الأهالي تحدثوا عن وجود أنقاض ربما. ما هي خطة المحافظة خلال العام الحالي لدعم هذه المناطق، خلينا نقول بالخدمات الأساسية لدعم عودة الأهالي إليها؟ نعم طبعا، نحن بالنسبة لعملنا حاليا نحن هناك